روقي روقي حبيبة قلبي، انت حياتي، انت بتعرفي انه ما حدا رح ياخد محلك بقلبي مين ما كان. براتشي بنت مهذبة وبتقدروا تكونوا مثل اخوات. بس هي مانا اختي بابا. بعرف هالحكي، بس اسمعيني هلا، اذا انت عن جد حابة اني اهتم فيكي ما لازم تضلي حاقدة على براتشي. بدي منك تروحي تحكي معها وتقولي لها انك اسفة على اللي صار. انا رحت كرمال شوفها بالخيمة بالمخيم، بس ما لقيت غير امها هونيك، لهيك اعتذرت من امها وهي قبلت اعتذاري وسامحتني. من شوي عرفت انه كل طلاب الجامعة موجودين هون بالمنتجع معنا، وانا متأكد انه براتشي معهم موجودة. هلأ بسألك بأي غرفة منشان تروحي تشوفيها. لا أنا بروح لحالي بسأل عنها. ماشي، حاجبك. ما صار شي. شكرا. يلا بسرعة روحي. ريا شوفي، بصراحة من شوي أنا شفتها لبراتشي هون، فقلت أكيد رح لاقيكي، كنت حابة أشوفك شوي. ايه فوتي لكان. شو بك؟ جيت اعتذر من براتشي. بس انتي اعتذرتي مني من قبل. لا، بابا قال لي انه لازم اعتذر من براتشي كمان على اللي عملته. انتي سامحتيني، بس بدي براتشي هلا هي تسامحني كمان، لانه يلي عملته مو قليل، فبدي اياها تسامحني. ابوكي معه حق بهالحكي. طيب فوتي، لا تضلي واقفه على الباب. هلا اول ما تعتذري منها متاكده رح تنتهي كل العداوه والمشاكل اللي بينك وبينها. خلص ولا يهمك. براتشي، ريا جاي مشان تقول لك شغله. تعي لهون. ريا، مو كان بدك تقولي شي لبراتشي؟ لا أنا أجيت لهون كرمال شوفك. أبوكي رح يزعل منك. مع حق، أنا أجيت كرمال أحكي معك أنتي. ما إجيتي كرمال تشوفيني، إجيتي كرمال تحكي مع ماما. عم تحكي معي بس لأنه هي طلبت منك. براتشي. ماشي ماما، شو بدك تقولي؟ كنت حابة أقولك أني أنا آسفة عالشي اللي صار بيناتنا، قصدي عالشي اللي أنا عملته فيكي. أنا عن جد كتير آسفة، وبتمنى أنك تسامحيني براتشي. صار لازم روح هلأ، أنا عن جد آسفة براتشي. شو عملتي؟ كانت عم بتمثل إنه عم تعتذر مني قدامك. وأنتي شو اللي عملتي؟ هي إجت لحتى تعتذر وأنا سمعتها. خلص، هي كانت عم تعتذر وأنتي عم تحاكيها بلقم. ماما، وقت الشخص بيعتذر لازم يكون صادق، وهالحكي طالع منه. هي عم بتنفذ طلب أبوها. أبوها اللي قالك هذا الحكي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.